السلام عليكم، أنا اسمي سعيد أمون، أريد أن أتحدث معكم عن مرض الكورونا. في معلومات كثيرة مغلوطة عند الناس، كثير من الناس لا يفهمون ويعتقدون أشياء خاطئة، ولذلك أحب أن أصحح هذه المعلومات. من الأشياء المهمة أن التطعيم لمرض الكورونا لا يحتوي على المرض، لا يحتوي على المرض، ولذلك ليس من الخطورة أن تأخذ التطعيم لأنه لا يحتوي على المرض. الشيء الآخر، المرض الكورونا إذا أخذت التطعيم وتفاديت هذا المرض فأنت تحمي نفسك وتحمي أسرتك وتحمي المجتمع، مجتمعك الذي تعيش معه، وهذا شيء مهم خالص، مهم شديد ومفيد لكل الناس. أي شخص حتى الأطفال من عمر 6 سنوات يستطيعون أن يأخذوا التطعيم ضد مرض الكورونا، فما فيش خطورة على أخذ التطعيم ضد المرض. الإنسان، بعض الناس يكتسبون مناعة عندما يصابون بالمرض، ولكن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست بنفس القوة مثل أخذ التطعيم. عندما تأخذ تطعيم ضد الكورونا الحماية لنفسك تكون أعلى وأكبر وأفضل، ولذلك نحن نشجع كل إنسان أن يأخذ التطعيم حتى يحمي نفسه، يحمي أسرته، ويحمي المجتمع الذي يعيش فيه. أيضا هذا التطعيم في الوقت الحاضر هو بدون مقابل، يعني لا تدفع فلوس عشان تأخذ التطعيم، ده يعني هذا بلاش، ولذلك أشجع كل شخص أن يأخذ هذا التطعيم حتى يحمي نفسه. أنا شخصيا عندي تجربة، يعني أصبت بمرض الكورونا وفقدت عزيز لدي، ولذلك لا أحب أن أحد منكم يأخذ، يعني يتفادى هذا الأمر وأن يتجاهل ثم يصاب وربما يعني يفقد نفسه أو يفقد عزيز لديه. ولذلك أنا أحب أنه يعني أذكر أن مرض الكورونا نفسه يتغير، هنالك تغيير، يعني بعد كل فترة يصير في تغيير، في جنس جديد من الكورونا يظهر، ولذلك حتى إذا أخذت تطعيم تحتاج أن تأخذ تطعيمات إضافية حتى تساعد نفسك، تساعد جسمك أنه يتفادى الإصابة بمرض الكورونا. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.